البرنامج راح يبلش مع رفيقة من رفيقاتنا اللي اشتركت في المظاهرات ضد مخطط برافر، وزي ما بقولوا بالعامية أكلت علقة مليحة على مرتبة. وبعرفش إذا هي بتعرف، بس داهش بقول إنه شافها وبلش يتمشيها. شافها وهي عمالة تضرب وضرب. هاي بتحسس بقول المظاهرة كان يوم ما بعرف كم مرة يوصلوا ولا في 365 يوم للمرأة، مش بس يوم واحد المرأة، وإنما كل سنة لازم يكون المرأة هي نصف المجتمع. حقيقة لازم يتخذ الشيء بالواقع وتأخذ دور المرأة بالواقع تكون نصف المجتمع، مثل ما في دور للرجل كذلك المرأة اليوم لا تقل أهمية عن دورها في المجتمع. فإحنا نعتز بالأخوات، بنسائنا، بأمهاتنا، بكل الأخوات النساء المناضلات واللي بنعدهن من الكلمات العزيزات. وإحنا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. فنعم، الكرامة هي على العز والقدوة الحسنة، فالمرأة هي ذات الكرامة. فنحن إحنا دائما نسعى أن نكرم المرأة، ليس من دافع الضعف وإنما من دافع القوة. المرأة هي القوة الأساسية، ومن دون وجود المرأة لا يسيرون أصلاً للحياة. فإحنا إيد بإيد مع أخواتنا للمناضل، ونسعى اليوم كنا في لقاء في اجتماع بخصوص قرية الرمية، وأنا من هون بدعي كل الأخوات، بما إنه إحنا مقبلين على يوم الأرض، برضو الأخوات لازم كلهم لهم دور. ممنوع يوم الأرض هو مميز فقط للرجال، إنما لازم يكون نص رجال ونص نساء، لأن المرأة هي بالأساس لازم تأخذ الدور الأساسي، وقضية النضال والدفاع عن الأرض هو بالأساس لازم تأخذ الدور المرأة. فأنا أخر مرة بحييكم جميعا وبشكركم على هاي الدعوة. إحنا نتمنى لكم يوم موفق إن شاء الله، وإنا كلنا إحنا ننبسط معاكم إن شاء الله رب العالمين، نسمع كلامكم الطيب إن شاء الله. يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير مثل ما قال. وأمي وحماتي الله يشفيها، وخالتي الله يرحمها، وأمي الله يديم العمر عمرها، لأنه فعلاً إني أعطوني وصقلوا شخصيتي على مدار هاي السنين اللي مضيت، ساعدوني في إني أكون بهاي القوة والجرأة اني اقدر اوقف واتابع مسيرتي كل الوقت واناضل كمان. انا التجربه اللي مريت فيها هي مش تجربه جديده من ناحيه الاعتقال، ولكن انا على مدار 30 سنه من جيل 18 سنه انا موجوده في كل مظاهره اجريت وكل مسيره وكل وقفه اعتصام، اذا كانت في يوم الارض او في اكتوبر او في ايام مسانده او ايام تضامن مع الاسرى او مع انتفاضه من بدايه الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه. شاركت في كل المسيرات، شاركت في كل المظاهرات، شاركت في كل الاجتماعات الشعبيه. ولكن اللي تعرضنا له في يوم الغضب الثاني كان شيء مميز بيختلف. هو عمليا كان اسمه واحد 15 شهر كان الاول، بس كان في عندنا بدايه وادي عامر طبعا. هو بالنسبه لنا كان هون احنا بنعتبره الاول في سخنين، احنا لانه كان اول مره بصير في هاي الضخامه والوحشيه اللي مارسوها. يوم الغضب طبعا كان دعوه له، كان مثل دعوه لاي يوم غضب اخر او لاي مظاهره اخرى. وانا من طبيعتي اني اشارك، واشارك اولا كوني ناشطة وعضوي في التجمع الوطني الديمقراطي، وكمان انه انا ناشطة حقوقية في جمعية عدالة، مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية، وكمان كامرأة بشوف انه واجبي اني اكون موجودة في كل هاي المسيرات والمظاهرات. بهذاك اليوم في 15/7 الصبح حضرنا حالنا جاهزين
وبذكر اني كنت عم بدرس لموضوع عم بتعلمه في الجامعه، كان عندي كورس اسمه القانون الدستوري. بالقانون الدستوري كان اول محاضره فيه، الحاضرات اللي على الكمبيوتر اليوم الطريقه الجديده للتعليم هي عن الحق في التظاهر، الحق في التعبير، اللي هو قانون، كان قضيه قانون الاساس في هاي الانسان. اعتقلوني لانه كانوا خمسه، يعني خمس رجال شرطه، ولما اعتقلت واخذوني على سياره الشرطه وحطوني فيها مع كمان صبايا ثنتين اللي فائره زعبي وصابرين الياب، طلعت ولقيتني وصاني مهند مرمي على الارض ووضعه مش مريح، مش مطمئن. فصرخت وحاولت يعني اني ما اطلعش السياره، ولكن بالقوه فوتوني وما عرفت شيء عنه بالمره، انه اعتقل ما اعتقلش، ما عرفتش ولا شيء عن الاولاد، عوض ما شفتش ولا اي حدا الا نداء بذكر اللي شفتها وكم من شخص غير هيك ايمان. لا اخذونا على الشرطه، وبالشرطه اول ما فتنا احنا فايتين ثلاث صبايا، طبعا اول مره بنفوت على القطار، لا هي اول مره، هي ثاني مره انا بحياتي اعتقل، ولكن المره الاولى كانت اعتقال بدون عنف وبدون انه اجوا جابوني، كانت ثاني مطلوبه انا يعني ما عرفت فاخذوني. بس هاي المره كان طريقه الاعتقال كانت كثير وحشيه وبتدل على انه فعلا هن مبيتين شيء. لما وصلت على الشرطه وفتنا فالتقينا بالشرطيات، اول شرطيه بتطلع علينا انه يعني ايش عم تعملوا هون، لانه بيظهر انه اول مره بيشوفوا نساء اللي هن معتقلات بسبب مظاهرات، بسبب نشاط معين. فاجت شرطية عربية لابسة صليب، فأنا دغري بس فاتت تغطيه يعني، فأنا تلقائيا بقول ليش عم تغطيه؟ لقيتي خجلانة منه يعني. وما عرفت إنه هاي رح يكون لها توابع بعدين، الكلمة هجمت يعني صرخت علينا، فأخذونا على التحقيق. في التحقيق لما فوتوني فأجا شخص ضخم جدا بحضور ضباط الشرطة اثنين، واحد منهم اللي اجى على المحكمة يرافق يعني ثلاث ايام اجى يرافع عن الشرطة، المحقق هجم علي شخص ضخم اسمه جورج. شعوري كان انه هو من جماعة جنوب لبنان، سدالي. يظهر انه هاي الصبية حكت له انه انا عم بحكي عليها كيف انه انسانة عربية ولابسة الصليب وبتخبيه وجاي بتتحقق معنا، وانه صاروا البنات كمان سمعوها حكي. فهجم علي وقال لي انت شو اللي ليش عم تحكي علينا هيك؟ انت بتحكي علينا انا بكرهك، انا بكرهكم، بتعرفوا انا بكرهكم، هي ايديي مليانة دم فيكم. فهذا اللي اكد لي انه هذا جاي من شي مجزرة لبنان عملها ولا مارسها. فكان طبعا صار بيني وبينه مشاد وبحضور المحققين اللي ما حكوا ولا كلمه. مش طبيعي شو مهند اللي انا بعرفه، مهند مجروح براسه، جسمه بتطبش، قاعد حزين من محل انه حاسس انه عم في شيء ما قدرش يسويه، كان لازم يسويه الظاهر، او انه او في خوف خوفوه بشيء او ما بعرف شو كان، او موجوع جدا. فسالت اخذونا على الدكتور لانه انا كان عندي كل اصابه بايدي اليمين، فوتونا على الدكتور، هو فوتوه قالوا له لازم تروح على المستشفى، ولكن بسبب الطريقه الوحشيه تبعتهم وهو قاعد جنبي واطلب انه خلينا نروح على المستشفى، خلينا نروح على المستشفى، رفضوا، قالوا بعد ساعه بعد ساعه بعد ساعه، وهو قاعد جنبي وعم بنزف في صباحه وفي ايديه وموجوع وبرفض يقول لي انه موجوع. يعني احاول اساله ايش عم بوجعك، ايش مالك، هو رافض يحكي. هاي كانت اصعب لحظات في الاعتقال، لانه كل شيء بتقدر تتوقعه، ولكنك تشوف ابنك قاعد جنبك مجروح وهو برفض يورجي انه هو موجوع. يعني هو حاول جهده انه ما يورجينيش انه هو موجوع، ساكت ولكنه مش رافض انه يحكي لي موجوع. نطالب في الغاء البوسطه، بس ولا مره فهمت شو يعني بوسطه، ليش هالقد بنطالب؟ كانوا السجناء يطلبوا منا، السجناء الامنيين
لو سمحتوا قدموا للمحكمة، احنا ما بدنا نطلع على المحكمة، ما بدنا نطلع بالبوسطة. واقول طب ما هاي فرصتكم تطلعوا شوي على الهواء. هناك فهمت انه بوسطة يعني هي زنزاني ماشي، زنزاني متحركة، زنزاني بقلبها تقعد. اذا لا سمح الله قلبك يعني عدنا نتخيل اذا هاي الزنزاني قلبك بالطريق شو كيف بتطلعوا؟ بتطلعوش منها. زنازين متحركة في المحكمة، انت بتتواجد في زنزاني نفس الشيء ساعات طويلة. فاليوم بفهم الأسرى الأمنيين ليش برفضوا يطلعوا من لما بطلبوهن لمحكمة استئناف أو أي شيء. لما كنا نطالب في إنه بدنا الأكل وبدنا غرف النوم والتهوئة تكون سليمة، اليوم أنا بفهم من قريب من تجربتي شفت إنه الحكي هاي الناس اللي معانا سنين طويلة جوا وناضلت كنا نتفاجأ ليش عم بضربوا عن الطعام. هو هذا اقل ما يمكن عشان ياخذوا هذه الحقوق الاساسيه. لانه لما احنا بنضطر ننام على فرشي وممنوع تطلب مخده، هناك في شيء اسمه مخده في 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 السجن. انا بفكر انه هاي امور اساسيه في الحياه. تجربه السجن اللي خلتنا بالثلاث ايام نحافظ على معنويات عاليه بالرغم من الأوجاع والمعاناة، صحي مش فترة طويلة، ولكن تفكيري كل الوقت وحديثنا مع بعض عن السجناء اللي عم بيعانوا سنين في ده، والسجينات طبعاً اللي أنا بوجه تحية كبيرة لهم اللي بيقعدوا سنين طويلة في داخل السجن وما في عندهم حتى قسم ما عندهم أمل ممكن يطلعوا أو لا، أو ممكن يشوفوا النور ويرجعوا لأحضان أهلهم. لكن بالرغم من كل ما مرينا مع فيه والوضع اللي وصلناه، للتأكيد للتنويه، مهند ابني الوسطاني لليوم لحد يوم الأحد الماضي هو كان تحت إقامة جبرية. إقامة جبرية يعني مع مراقبين لإله ثلاثة، يعني إحنا بنوديه على التخنين على التعليم بالشهرين الآخر ثلاثة أشهر، سمحوا له يروح يتعلم أربعة أيام في الأسبوع، واحد منا بوديه واحد منا بيرجعه على الساعة قبل الساعة 8 لازم يكون مروح على البيت لحد يوم الأحد، لأنه سمحوا له إنه يضل من الصبح للمساء، بس من 9 للصبح هو بإقامة جبرية. هو الوحيد اللي تقدم ضده لائحة اتهام لحد اليوم. أنا بتأمل إنه ما حداش يتقدم ضده بعدين لائحة اتهام، هن بدهم رح يقدموا لائحة اتهام، ولكن احنا بعد ما استلمنا إلا لائحة اتهام واحدة اللي هي مش من مجموعة الناس اللي اعتقلوا بهذاك اليوم. مهند لما طلع من السجن وعملنا له فحصات طلع إنه حتى جاسمين له أحد أضلاعه، يعني في أحد أضلاعه كان مكسور غير الجروح والأوجاع الثانية اللي كانت موجودة. اليوم إحنا مقدمين شكوى لوحدة التحقيقات الخاصة بخصوص مهند. بانين أمال كبيرة؟ لا، ولكن في حاجة إنه دائماً إنه بنحتاج ونحكي على الممارسات هاي عشان ما تنعاد، لأنه بيحسبوا حساب الأقدام. النساء ومن خلال تجربتي مع الصبايا اللي اعتقلوا، النساء بإمكانهم يهودوا أي مظاهرة مقرب جنب الرجال، وبإمكانهم يوقفوا في وجهي في أي اعتقال وأي تعرض تعسفي أو معاملة غير سليمة، بإمكانهم يواجهوهن وبإمكانهم يوقفوا في وجهها. لذلك وبالعكس وجود المرأة في داخل هذه المعهد، هذه المسيرات وهذه المظاهرات قوى من قيمتها وقوى من أصبحت أكثر قوية أمام الإعلام حتى وأمام الجماهير، صار لها مكانة وصار لها سمعت حتى في النقب، يعني المشاركة النسائية كانت واضحة. بتأمل إنه طبعاً نكمل في هذا المسار. الطريق قدامنا لسه طويل، نضالنا ما انتهى، رح نحتاج نطلع مرة ومرتين وثلاثة وعشرات المرات. وبإمكاننا فعلاً بالآخر نغير الوضع. نطلع بيوم الأرض وعلى أهمية كل هالأمور ونمشي بالبلد ونلف بالبلد ونروح على طبعا
يعني عن المجنات، وهي نشاطات وطنيه مهمه، وهي عمليه بناء وعي. افكر كمان احنا كشباب بهذا الجيل من واحنا صغار بنشارك بهذا النوع من النشاطات، وهذا اللي بنى وعينا الوطني. بس بقدر اقول انه كمان انا وكمان الصبية اللي كان المفروض انها تشارك، يمكن هاي اول مره بنشارك، وكمان بنكون شركات بتنظيم هذا النوع من النشاطات. طاهر، وضع المراه تحمل الكل. طبعا المرأة الفلسطينية دائما كانت موجودة في الحياة، يعني حتى من قبل 48 في ناس بفكروا ان المرأة كانت تشتغل في الحقل، يعني ما كانش تنتج، يعني حقيقة حتى قبل، يعني حتى دائما كانت المرأة لما كان بعد مجتمع زراعي كانت تقوم دور مضاعف أكثر من الرجل، لأن الرجل كان يروح على الحقل ويروح، المرأة تشتغل في الحقل وتقوم في البيت، تغسل وتجلب وتطبخ وتقول كل شيء. لذلك وضع المرأة اخوان يعني ذكر هذا اليوم لما حكى ابونا ابو حسين، وصحيح انه يجب ان يكون في اليوم يوم المرأة اليوم، بس لكن حقيقة هذا اليوم هو خلينا نوقف نعيد النظر، وإذا معنى عيد النظر يعني نشوف واقع المرأة. لما احنا مرات نتحدث عن وضع المرأة وننظر الى المرأة كأننا يعني ناخذه كشيء طبيعي قائم، هيك وضع المرأة وانتهى الموضوع. مثل ما حكت نداء عن قضية المواجهة تحديدا في حتى مش في سخنين، حتى أكثر في عارة بعد أسبوعين لما صار فعلا تلقائيا، يعني أنا لما بقول لمع سوكي أو فعلا في صبية ثانية اسمها سهير أسعد كانت لازم برضو تيجي، فعلا تولاها يعني لأنه كان في ضغط من قبل الشرطة ومن الناس، يعني كان فانت تلقائيا بتحس انه صحيح مرات شو يعني زيك زيها، يعني ليش انه بتخاف تلقائيا حتى انت اللي بتنادي مثلا حريه المراه ومساواتها والى اخره تخشى عليها انه كانها هي اضعف من الرجل، انك تتحمل شيء انت بتتحمل بس هي ما بتتحمل. بس حقيقه تبين انه في المواجهات الاخيره انه المراه هو مزبوط تقدمت بعدين النساء، هي تلقائيا صار هذا الشيء، وكانت في المواجهه وكانت تدفع وكانت تقاوم، ولذلك وعندها قدرة على الصبر والتحمل أكثر من الرجل حقيقة المرأة.